السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة بإذن الله على المسلز اوف ذا شولدر او شولدر مسلز. اتكلمنا المرة اللي فاتت على المسلز اوف ذا باك. اتمنى يعني تروح الاول تراجعوا المسلز اوف ذا باك بعدين تيجوا تاخدوا الشولدر مسل وتعملوا كده مع كل المحاضرات. يعني تاخد المحاضرة اللي تاخدها اهو تذاكرها وبعدين لما تيجي تدخل على المحاضرة اللي بعدها تراجعها تاني وبعدين تدخل على المحاضرة اللي بعدها. ده هيفيدك كتير خاصة في المسلز عشان عارفة ان المسلز بتتبخر من الدماغ. فبإذن الله دي الطريقة الوحيدة اللي هتثبتها. مسلز اوف ذا شولدر او سكابولار ريجن. سكابولار ريجن ليه؟ لان انت لما تيجي تاخد دلوقتي هتلاقيهم كلهم حوالين السكابولا فهي سكابولار ريجن. طيب بتتقسم لايه دي؟ بتتقسم اول حاجة اهو. بص اول حاجة عندك هتلاقيها الدلتويد. الدلتويد هي دي المصل اللي لما تيجي تحط ايدك على كتفك كده اهي دي المصل اللي تحت ايدك. هي دي الدلتويد. تمام. بعد كده في مجموعة من المصلز اسمهم روتيتور كاف مصلز. روتيتور كاف مصلز يعني ايه روتيتور كاف؟ انت لما تيجي بص لما تيجي تاخد شكلهم هتلاقي الهيد بتاعت الهيومرس اهي وهم محاوطين الهيد بتاعت الهيومرس بالمنظر ده عاملين لها كف. يعني ايه عاملين لها كف؟ عارف الكف اللي هي بتاعت جهاز الضغط اللي هي بتلف حوالين ايدك كده؟ فهم لفين حوالين الهيد بتاعت الهيومرس اكنهم عاملين لها كف كده. فعشان كده اسمهم روتيتور كف ماسلز. روتيتور كف ماسلز. مين الروتيتور كف ماسلز دول؟ دول عباره عن اربعه ماسلز. سب سكابولاريز. سب يعني تحت وسكابولاريز يعني سكابولا يعني تحت السكابولا. وسوبرا سباينيتس. السباين ده اللي هو السباين بتاع السكابولا. يبقى سوبرا يعني فوق السباين وانفرا سباينيتس تحت السباين. وتيرز ماينور. تيرز ماينور ماينور. تيجي بقى يبقى كده خلصت مين؟ خلصت الروتيتور كاف ماسلز. تمام. في مسل لوحدها كده اسمها تيرس ميجور. تيرس ميجور يبقى تيرس ميجور دي لوحدها ما بتنضمش لمجموعه. ما هي ميجور ما مش عايزه ان هي تنضم لحد. انما الماينور من الروتيتور كاف ماسل. خلي بالك عشان السؤال ده شهير يقول لك all of the following are of rotator cuff muscles except ويحط لك تيرس ماينور وتيرس ميجور فانت هتتلخبط. لا الميجور ماهيش تبع مجموعه ولا حاجه. الميجور مش تبع الروتيتور كاف انما الماينور تبع الروتيتور كاف. حلو الكلام. حلو الكلام. خلي بالك احنا اتكلمنا على التيرس ميجور دي قبل كده في طلب لو انت فاكر طلب اللي هو كان عباره عن الجماعه اللي بيدخلوا في البايسيبيتال جروف. فانت محضر نفسك برضو ان هي تكون في الانسرشن بتاعها في البايسيبيتال جروف. تعالى ايا كان نبدا دلوقتي بالدلتويد ونشوف الكلام على ايه في الدلتويد. تعالى لما تيجي تبص كده هي دي الدلتويد. هي دي. تمام. هي المصل دي. لما نبدا اول حاجه زي ما احنا متعودين بالاوريجن. الاوريجن بتاع الدلتويد يشبه الى حد كبير الانسرشن بتاع الترابيزيوس. مش احنا لما دخلنا الترابيزيوس قلنا ان الترابيزيوس دي عباره عن ابر فايبرز وميدل فايبرز ولور فايبرز. والابر فايبرز دي كانت بتيجي تعمل انسرشن في الكلافيكل في اللاترال تولت اوف الكلافيكل ولكن في البوستيريور بارت اللي هو هنا كده. صح صح. وقلنا ان الميدل فايبرز بتيجي في الاكروميون في الميدل بوردر بتاع الاكروميون اهو هنا كده والابر بارت بتاع السباين. والابر بارت بتاع السباين. تمام اهو والابر بارت بتاع السباين الابر ليب بتاعت السباين. وكان عندي كمان في اللور فايبرز بتيجي هنا كده. تمام. طيب هنا بقى عكس الكلام. يعني هو نفس الكلام بس هنعكس فيه حاجات. يعني ايه؟ يعني احنا هنيجي برضو نقول ان الكلافيكل بتطلع من او الدلتويد بتطلع من الكلافيكل من الكلافيكل اللاترال تولت بتاع الكلافيكل نفس الترابيزيوس ولكن من الانتيريور بوردر. يعني هي الكلافيكل الدلتويد هتطلع من هنا انما الترابيزيوس هتطلع من هنا من قصادها من هنا من البوستيريور بوردر. هنقول ان هي بتطلع من الاكروميون بروسس من الاكروميون اهي ولكن بتطلع من اللاترال بوردر بتاعه الاكروميون. ما هي دي اللاترال بوردر بتاعه الاكروميون انما الترابيزيوس اهي كانت بتيجي تعمل انسرشن هنا في الميديال بوردر. هنقول ان هي بتطلع من اللور ليب بتاع الكريست اوف سباين اهو. يعني لما نيجي على نبص على السباين كده طلع من اللور ليب اهي من اللور ليب من اللور ليب انما كانت الترابيزيوس بتيجي على الابر ليب. حلو الكلام. حلو الكلام. يبقى احنا كده عرفنا الاوريجين بتاع مين؟ بتاع الدلتويد. يبقى الدلتويد دي عباره عن فايبرز هي كمان زي الترابيزيوس بالظبط عباره عن انتيريور فايبرز. انتيريور فايبرز اللي طالعه من الكلافيكل وميدل فايبرز اللي طالعه من الاكروميون ولور فايبرز او بوستيريور فايبرز. بوستيريور فايبرز دي طالعه من اللور ليب بتاعه السباين. حلو الكلام ده. حلو الكلام ده قوي. طيب بتروح بقى الدلتويد دي تعمل انسرشن فين؟ قال لك والله انت لما جيت اخدت الاناتومي بتاع الهيومرس اخدت كده في ان في هنا حاجه في
الانترولاترال الانترولاترال سيرفيس. كان في حاجه اسمها دلتويد تيوبروستي لو فاكر، مش احنا كنا بنقسم الهيومرس ل ده انتيرير بوردر وده لاترال بوردر وده ميديال بوردر، وكنا بنقول ان هنا ده اسمه انترولاترال بوردر او انترولاترال سيرفيس، وقلنا ان في الانترولاترال سيرفيس ده في حاجه اسمها دلتويد تيوبروستي. حتى بالاماره قلت لك الدلتويد بتيجي تعمل انسرشن فيه اهو، ده وقت الكلام وبيقول لك اهو هو ده الدلتويد تيوبروستي اللي الدلتويد بتيجي تعمل انسرشن فيه. يبقى الدلتويد بتعمل انسرشن فين؟ في الدلتويد تيوبروستي اللي هو موجود على الانترولاترال سيرفيس بتاع الهيومرس. حلو الكلام ده، حلو قوي الكلام ده. اهو نرجع تاني، ادى الدلتويد اهي وهي راحه تعمل الانسرشن بتاعها، ويبقى كده خلصنا الاوريجين والانسرشن بتاع الدلتويد. نيجي بقى على الاكشن. لما نيجي ناخد الاكشن بتاع الدلتويد نفس الفكره بتاعه الاكشن بتاع الترابيزيوس كده، اللي هو كل فايبرز هتعمل حاجه على حسب مكانها. يعني مثلا انت عندك انتيريور فايبرز تمام، وعندك ميدل فايبرز، وعندك بوستيريور فايبرز. تتخيل ان انت لما تجيب الانسرشن على الاوريجين كده في كل فايبر هتعمل ايه؟ يعني انت مثلا لو جيت على الانتيريور فايبرز اهي وشديت الانسرشن على الاوريجين هتعمل ايه؟ هتقولي والله هعمل فليكشن. يبقى المينلي الانتيريور فايبر دي، انتيريور فايبر دي هتعمل فليكشن، هتعمل فليكشن وتعمل كمان ميديال روتيشن بما انها قدام بتعمل ميديال روتيشن. طيب البوستيريور فايبر بتقول لي البوستيريور فايبر لو جيت اقرب كده الانسرشن على الاوريجين فالبوستيريور فايبر هتعمل لي اكستنشن، هتاخد الايد لورا هتعمل اكستنشن ولاترال روتيشن او اكسترنال روتيشن. طيب الميدل فايبر، الميدل فايبر اللي هي جايه هنا كده، طيب بتقول لي الميدل فايبر اكيد يعني لو جيت اعمل فيها اقرب فيها الانسرشن على الاوريجين واخد الايد كده لبره كده فانا باخدها لبره، وبره ده اللي هو ابدكشن فتعمل ابدكشن. فهي دي الوظيفه بتاعتها. فتعال نشوف مثلا هنا مشغل الانتيريور فايبر اهو، هدي الانتيريور فايبر بس شغاله اهي. طيب لو اشتغلت هتعمل ايه؟ اهو ديفليكشن، عملت فليكشن اهي. يبقى الانتيريور فايبر اول ما اشتغلت عملت فليكشن تمام. برضو هنا فيديو اهو مشغل الانتيريور فايبرز بس، الانتيريور فايبرز بس. لما تيجي تشد برضو الانسرشن على الاوريجين هتلاقيها بتلف الايد لجوه كده اللي هو ايه ده؟ ميديال روتيشن او انترنال روتيشن تمام. يبقى ميديال روتيشن او انترنال روتيشن دي الانتيريور فايبرز اهي، شوف شدتها ازاي، شدتها اهي تمام. شوف هنا بقى جه شغل الميدل فايبر، فالميدل فايبر لما تشد كده الانسرشن على الاوريجين ايه اللي يحصل؟ يحصل ابدكشن. ولكن في هنا حاجه عايزك تبقى واخد بالك منها، ان هو لما بيعمل ابدكشن اهو شوف هنا دقيق جدا، ما بيبداش الابدكشن من صفر. يعني ايه ما بيبداش الابدكشن من صفر؟ شوف بدا الابدكشن من هنا كده، مش من عند الجسم. لو من عند الجسم يبقى من صفر، هنا من حوالي 15 تمام. بيقول لك ايه بقى؟ ان في اكتر من مصل هي اللي بتشتغل على الابدكشن. حلو ايه المصلز اللي بتشتغل على الابدكشن؟ قال لك تعالى اول نشوف الرينج بتاع الابدكشن بتاع الشولدر. اعمل كده ابدكشن للشولدر بتاعك. يعني ايه ابدكشن؟ يعني حرك ايدك من جنبك وانت ماشي كده، فهتلاقي ايدك بتطلع 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 لحد ما تقف هنا كده، لحد ما تقف هنا كده صح. المفروض ان الرينج او الزاويه بتاعه الابدكشن المفروض ان هي حوالي 180 درجه. قال لك ال 180 دي بيشتغل عليها اكتر من مصل. اول حاجه من صفر ل 15 بس، من صفر ل 15 مين اللي بيعمله؟ قال لك عضله هناخدها كمان شويه، واحده من الروتيتور كاف ماسلز اسمها سوبرا سباينيتس. اكتب في جنب كده خليه معاك، شولدر ابدكشن ابدكشن تمام. واحد سوبرا سباينيتس من صفر ل 15، سوبرا سباينيتس من صفر ل 15. بعد كده تيجي الدلتويد اللي احنا بناخدها دلوقتي وتبدا من 15 تمام، من 15 ل 90، من 15 ل 90. يبقى 2 الدلتويد من 15 ل 90. بعد كده عايزين نعلي عن 90، من 90 ل 180. فمين اللي ياخد الجماعه دول؟ قال لك من 90 ل 180 فانت كده بترفع الهاند اباف الهيد، يبقى ريزنج الهاند اباف الهيد. مين اللي كان بيعمل كده؟ مين اللي كان بيعمل ريزنج الهاند
او ريزنج الارم او ريزنج الشولدر اباف الايد. مين اللي كان بيعمل كده؟ مش احنا كنا قلنا ان في تو ماسلز بتعمل كده؟ الترابيزيوس والسيريتوس انتيرير هما الاثنين كانوا المسؤولين عن الريزنج ده. حتى مش كل الترابيزيوس كده، كانت الابر واللور فايبرز بتوعها، لان هما اللي كانوا بيعملوا ابورد روتيشن، والسيريتوس انتيرير برده كانت بتعمل ابورد روتيشن، فالابورد روتيشن بتاعها ده هو اللي يرفع لي الانجل دي، يجيب لي من 90 ل 180. صح الكلام ده؟ صح الكلام ده. يبقى تاني، هو هنا لما جاي يتكلم على الوظيفه بتاعه الدلتويد بدا من كام؟ بدا من 15 وكمل ل 90، وكمل ل 90، المفروض ما يزيدش عن كده طالما هو بيتكلم في الرينج بتاع الدلتويد بس. وهو هنا حتى هنا كمل، ولكن التكمله دي مش الدلتويد، انت عارف ان الدلتويد من 15 ل 90 بس، واكتب المعلومه دي معاك وخليها ثابته معاك. حلو الكلام ده؟ حلو قوي الكلام ده، وهوضحه لك كمان شويه بالمناسبه اكتر كمان. هو بص، هو كده ان ده اول حاجه من 0 ل 15 كده، دي السوبرا سباينيتس، وبعدين تكمل كده الدلتويد، تمام؟ وبعدين تكمل كده زي ما قلت لك بقى الترابيزيوس والسيريتوس انتيريور والترابيزيوس الابر واللور فايبرز بتوعها. نرجع تاني بقى نكمل، احنا كنا بنتكلم على الاكشن، وقلنا ان الانتيريور فايبرز هتعمل فليكشن وانترنال روتيشن، والميدل فايبر هتعمل ابدكشن، ولكن من كام لكام؟ من 15 ل 90. واللور فايبر او البوستيريور فايبر، البوستيريور فايبر هتعمل ايه بقى؟ قلنا هتعمل هتشد الايد لورا كده، فتعمل ايه؟ اكستنشن. اهي شوف، ادا البوستيريور فايبر بس هي اللي شغاله اهي، بتشد الايد كده، بتشد الانسرشن اهو على الاوريجين، فتعمل ايه؟ تعمل اكستنشن. وتعمل ايه تاني؟ تعمل لاترال روتيشن. تعال نشوف اهو، ادا اللاترال روتيشن، ادا اللاترال روتيشن. انت عارف هي بتعمل لاترال روتيشن ليه؟ لان هي اصلا زي ما قلت لك الدلتويد تيوبريستي ده في الانترو لاترال سيرفيس، يعني انتيريور، فانت حاجه جايه من انتيريور وداخله يعني داخله جايه من بوستيريور، عفوا كده جايه من بوستيريور وداخله انتيريور، فلما تشد هتشد ايه؟ هتشد لبره، انت فاهم؟ فتشد لبره فتعمل لاترال روتيشن، تمام؟ تمام، هي دي الفكره يعني. ولكن زي ما قلت لك كل حاجه بالفيديوهات اهي، فاعتقد الدنيا واضحه باذن الله. احنا قلنا ان الدلتويد هي اللي بتعمل الكونتور بتاع الشولدر، يعني المنظر ده لما تحط ايدك على الشولدر كده على كتفك تحس ان هي الدلتويد اللي تحت كتفك اللي تحت ايدك دي، تمام؟ تمام. طب افرض الدلتويد اتضربت وحصل فيها باراليسز، واحنا قلنا ان الباراليسز بتاع المصل بيحصل نتيجه ايه؟ بيحصل نتيجه ضرب المصل نفسها، ان هي اتضربت هي نفسها او ان النيرف بتاعها اتضرب. طب النيرف بتاعها يتضرب امتى؟ النيرف بتاعها هيتضرب امتى؟ او تعالى نعرف الاول النيرف بتاعها اسمه ايه؟ اسمه اكزيلاري نيرف. اكزيلاري نيرف هو اللي بيغذي الدلتويد، والاكزيلاري نيرف ده احنا جبنا سيرته فين قبل كده لو فاكر. مش الاكزيلاري نيرف ده قلت لك ان هو اللي بيتضرب عند السيرجيكال نيك؟ مش احنا عارفين ان الهيد بتاعه الهيومرس في اناتوميكال نيك وفي تحتها بشويه في سيرجيكال نيك؟ قلت لك دي اللي دايما بيحصل عندها الفراكشر، ودي اللي بيتضرب عندها الاكزيلاري نيرف، صح؟ فلما يحصل مثلا فراكشر عند السيرجيكال نيك ويتضرب الاكزيلاري نيرف اللي هو بيجي يغذي الدلتويد مصل، فالدلتويد مصل ما عادتش تعمل الكونتور بتاع الشولدر ويديك الباثولوجي ده اللي هو اسمه فلات شولدر، يعني الشولدر ما عادش راوندد كده، ده بقى فلات زي ما انت شايف. يبقى فلات شولدر ده ليه؟ اكتب عندك الكلام ده عشان بيجي اسئله، ان فلات شولدر ده معناه ان 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 الدلتويد مصل اتضربت. والدلتويد بتتضرب امتى؟ لما نقطع النيرف بتاعها، النيرف بتاعها اسمه اكزيلاري نيرف، بيتقطع مين؟ عند السيرجيكال نيك. خلي بالك ان الاكزيلاري نيرف كمان بيغذي عضله هناخدها كمان شويه اسمها تيريس ماينور، تمام؟ تمام. طيب يعني بما ان يعني جت السيره، ولكن خلاص كده احنا خلصنا الدلتويد. تعالى الدلتويد نشوف الكلام بتاعها. ادا انتيريور فايبر بتيجي من اللاترال ثلث بتاع الكلافيكل، اللاترال فايبر من الاكروميون اللي هو بعدين اللي عندك لا مش لاترال فايبر، اللي هي الميدل فايبر، وبعدين عندك البوستيريور فايبر بتيجي منين؟ البوستيريور فايبر بتيجي من اللور ليب بتاعه السباين بتاع السكابولا، والميدل فايبر بتيجي من الاكروميون من اللاترال بوردر بتاع الاكروميون. حلو الكلام ده؟ حلو قوي الكلام ده. وتروح تدخل في الدلتويد تيبروستي وتتغذى بالاكزيلاري نيرف على حسب مين اللي هيشتغل. لو الانتيريور اشتغلت تعمل فليكشن وميديا روتيشن، لو البوستيريور يبقى اكستنشن ولاترال روتيشن، عكس بعض الاثنين دول عكس بعض. وبعدين الميدل فايبر تعمل ابدكشن من 15 ل 90. حلو الكلام ده؟ حلو قوي الكلام ده. لو اتضربت تعمل ايه؟ زود عن لو اتضربت تعمل فلات شولدر، وبتضرب نتيجه ضرب مين؟ الاكزيلاري نيرف اللي بتضرب عند السيرجيكال نيك. تاني دي اشكال بقى ممكن تقعد تتفرج عليها وتشوف الفايبرز طالعه منين والكلام ده كله. ولكن احنا دلوقتي خلصنا الدلتويد، ندخل على الروتيتور كاف ماسلز. معايا اول حاجه هنلاقي الدلتويد هنشيلها، وبعدين ندخل كده فنلاقي شويه ماسلز. شوف عاملين الكف اهو،
هي دي الكف حوالين الهيد بتاعه الهيومرس، فعشان كده اسمهم روتيتور كف، كف لفين كده عاملين لي كف حوالين الهيد بتاعه الهيومرس اهو، شايف المنظر ده؟ هما دول الروتيتور كف ماسلز. لما نيجي نبص عليهم نلاقي ادي اول واحده اهي سابسكابولاريز، وعرفنا ليه ان هي اسمها سابسكابولاريز، مش مش هما المكان بتاعها ده اسمه اصلا سابسكابولار فصه، المكان اللي هي طالع منه ده اسمه سابسكابولار فصه، يبقى سابسكابولاريز طالع من السابسكابولار فصه. تمام تمام. طيب بعدين هنيجي كده ادي واحده اهي اسمها ايه سوبرا سباينيتس، من السوبرا سباينس فصه. واحده تانية انفرا سباينيتس، من الانفرا سباينس فصه. بعد كده هتلاقي دي عندك التيرس ماينور. التيرس ماينور لما تيجي تشوفها طالعه منين؟ طالعه من اللاترال بوردر بتاع الاسكابولا، اللاترال بوردر بتاع الاسكابولا. حلو الكلام، حلو الكلام. يبقى ده اللي احنا قلناه لحد دلوقتي. قلنا ايه؟ قلنا الاوريجين بتاعهم هما التلاتة. خلي بالك احنا هنمشي بالعرض كده واحنا ماشيين، هناخدهم التلاتة مع بعض لان هما لازم يتاخدوا التلاتة مع بعض. اول واحده سابسكابولاريس سابسكابولار فصه، بعدين سوبرا سباينس فصه، انفرا سباينس فصه، وبعدين اللاترال بوردر بتاع الاسكابولا تيرس ماينور، ماينور مش ميجر. تمام تمام، دي اول حاجه. بعد كده يجوا يعملوا انسرشن. بيعملوا انسرشن فين؟ قال لك والله الانسرشن بتاعهم هيبقى في الهيومرس. حلو الكلام، حلو الكلام. هيبقى في الهيومرس فين؟ قال لك اول حاجه السابسكابولاريس هتيجي تعمل انسرشن في الليسر تيبروستي. تيجي تعمل انسرشن فين؟ في الليسر تيبروستي اهو، انسرشن في الليسر تيبروستي، وهي الوحيده اللي هتكون في الليسر تيبروستي. طب الباقي؟ قال لك زي ما انت شايف كده الباقي هيجوا في الجريتر تيبروستي. تمام، ولكن هيوزعوا نفسهم في الجريتر تيبروستي. مش احنا كنا قايلين ان الجريتر تيبروستي ده عباره عن ابر فاسيت وميدل فاسيت ولور فاسيت، صح؟ واحنا ماشيين كده اهو، هو هيوزعوا نفسهم على كده على الفاسيتس دي او الامبريشنز دي، بحيث ان السوبرا سباينيتس تيجي في الابر فاسيت او الابر امبريشن. طيب واللي بعدها الانفرا سباينيتس تيجي في الميدل. طب والتيرس ماينور تيجي في اللور. حلو الكلام، حلو الكلام. يبقى ده اول حاجه اللي خلصناهم. يبقى احنا خلصنا الاوريجين والانسرشن، باقي بعد كده مين؟ النيرف سبلاي بتاعهم والاكشن بتاعهم. النيرف سبلاي بتاعهم، النيرف سبلاي تيرس ماينور انا قايله لك من شويه ان هي بتتغذى بالاكسيلاري نيرف زي الدلتويد. يبقى تيرس ماينور كده احنا خلصنا منها، هتتغذى بالاكسيلاري نيرف زي الدلتويد. طيب يتبقى الباقي. قال لك السابسكابولاريز، السابسكابولاريز ليها سابسكابولار نيرف. حلو قوي الكلام ده. طيب والسوبرا سباينيتس والانفرا سباينيتس هما الاثنين لهم سوبرا سكابولار نيرف، سوبرا سكابولار نيرف. بس يعني الموضوع سهل، تيرس ماينور اكسيلاري، والاثنين دول بما انهم هما الاثنين فوق السكابولا فياخدوا سوبرا سكابولار، ودي بما انها تحت السكابولا تاخد سب سكابولار نيرف. طيب يبقى لسه كده الاكشن، تعال نشوف. بص بالنسبه للروتيتور كاف فالاكشن بتاعهم سهل جدا جدا جدا، اسهل مما تتخيل. يعني ايه؟ مثلا السب سكابولاريز اهي هتلاقيها جايه عامله انسرشن هنا في الليسر تيبروستي، فلما تشد الليسر تيبروستي كده هيحصل ايه؟ تتخيل يحصل ايه؟ تقول لي يحصل ميديال روتيشن او انترنال روتيشن. هقول لك بس هو ده الاكشن بتاع السب سكابولاريز. طيب عندك السوبرا سباينيتس جايه كده وعامله انسرشن في الابر فاسيت هنا كده في الجريتر تيبروستي، عامله انسرشن هنا، فلما تشد تعمل ايه؟ تقول لي لا استني بس انا مش عايزه اتخيل، اصلا السوبرا سباينيتس دي بتنيشيت الابدكشن، ابدكشن من 0 ل 15 وتكمل بعد ده الدلتويد من 15 ل 90. هقول لك حلو قوي الكلام ده. يبقى احنا جبنا اتنين اهم، يبقى لسه كده اتنين كام؟ لسه اتنين، الانفرا سباينيتس والتيرس ماينور. فتقول لي مش هما الاثنين ناحيه بره، فلما يشدوا على بره كده يعملوا لاترال روتيشن. يبقى انت عندك الحاجه وعكسها. يعني ايه الحاجه وعكسها؟ يبقى انت عندك هنا السابسكابولاريز بتعمل ميديا روتيشن، وعندك الانفرس باينيتس والتيرس ماينور بيعملوا لاترال روتيشن، وكده كده السوبرس باينيتس في جيبك، يعني انت عارفها ان هي بتنيشيت الابدكشن من 0 ل 15. تعالى بقى نشوف السابسكابولاريز وهي بتشتغل. شوف بتشد اهو، بتشد الليسر تيبروستي معانا اهو، فما تشده يحصل ميديا روتيشن او انترنال روتيشن. تعالى بقى نشوف الباقي. الانفراس باينيتس اهي، شوف بتشد كده فتشد الانسرشن على الاوريجين، بتشد الانسرشن لبره فتعمل ايه؟ اكسترنال روتيشن، اكسترنال روتيشن. دي الانفراس باينيتس. دي هنا عندك برضو التيرس ماينور، تيرس ماينور نفس الفكره، هتشد الانسرشن على الاوريجين فتعمل لاترال روتيشن. حلو الكلام، حلو قوي الكلام ده. بعد كده ادي السوبرا سباينيتس بما انها فوق كده فهتشد تعمل ابدكشن، ولكن هي بتنيشيت ابدكشن من صفر، يعني لازم فعلا الدراع يبقى لازق في الجسم كده من صفر، المفروض لحد 15 بس اهو، هو هنا زوده شويه بس هو المفروض لحد 15 بس، بعد كده تكمل الدلتويد زي ما انت فاهم. بقى هنرجع ونشوف الدنيا فيها ايه. اهو بيقول لك الروتيتور كاف ماسلز، خدناهم ابسط حاجه في الدنيا ممكن تاخدها هي الروتيتور كاف ماسلز، بحبها جدا اصلا. اول حاجه السابسكابولاريز، من السابسكابولار فصه،
السوبراس باينيتس من السوبراس باينس فوس، انفراس باينيتس من انفراس باينس فوس، ايه الكلام ده؟ تيرس ماينور، تيرس ماينور من اللاترال بوردر بتاع الاسكابولا، ولكن يقول لك ابر تو ثيردس، يعني ايه؟ يعني فوق شويه. هو بيقارنها بالتيرس ميجور، اصل التيرس ميجور تحتها، فهو التيرس ميجور هتبقى اللاترال اللور ثيرد، تمام؟ ولكن هما الاثنين طالعين من اللاترال بوردر، من اللاترال بوردر بتاع الاسكابولا. حلو الكلام ده، حلو قوي الكلام ده. طيب بعد كده السبسكابولاريس هتروح فين؟ في الليسر تيبروستي، وهي الوحيده اللي بتروح في الليسر تيبروستي، الباقي بيروحوا في الجريتر تيبروستي، ولكن يوزعوا نفسهم. سوبراس باينيتس بما انها سوبرا كده فوق تاخد الابر ايه، الابر فاسيت او الابر امبريشن، والانفراس باينيتس تاخد الميدل، والتيرس ماينور تاخد اللور، تمام تمام. والنيرفات اللي بتغذيهم اسهل من كده مفيش. نخلص الاول من التيرس ماينور ونقول اكزيلاري زي مين؟ زي الدلتويد. وبالتالي لو السيرجيكال ليك اتضربت اللي هو وعندها اتضرب الاكزيلاري، فبتضرب الدلتويد وبتضرب التيرس ماينور، تمام تمام. بعد كده كل واحده بقى على حسب اسمها، سبسكابولاريز، سبسكابولار نيرف، ابر ولور. طيب الباقي سوبراس باينيتس وانفراس باينيتس، سوبراس كابيلر لانهم هما الاثنين فوق الاسكابيلا. حلو الكلام، حلو قوي الكلام ده. طيب الاكشن بقى، الاكشن نخلص من السوبراس باينيتس الاول لان احنا حافظينها صم. انيشيت الابدكشن من 0 ل 15. طيب انيشيت يعني تبدا الابدكشن لان من 0 ل 15 لسه بتبدا. طيب بعد كده السابس كابيلاريز بما انها هي الوحيده اللي في الليسر تيبروستي تبقى تعمل ميديا روتيشن، انما الباقي يعملوا لاترال روتيشن. خلي بالك الانفراس باينيتس هي المين لاترال روتيتور، يعني هي ال المسؤوله عن اللاترال روتيتور هي الانفراس باينيتس. انفراس باينيتس مهم قوي الحته دي، يجي يقول لك مين المين ماسل المسؤوله عن اللاترال روتيشن، فانت تقول له الانفرا مين، انفرا سباينيتس ماسل، تمام تمام. وحلو الكلام ده، انا حتى جاي كاتب لك اهو بيقول لك ان هي مش، هي مش انا قلت لك روتيتور كف عامله كف كده حوالين الهيد بتاعه الهيومرس، فيقول لك بما انها عامله الكف دي فبتثبت الهيد بتاعه الهيومرس في مكانها، استاتس او فيكسيت الهيد بتاعه الهيومرس في الجلينويد كافيتي، تمام. بيقول لك الدلتويد مصل، الدلتويد مصل سيك تريانجولار مصل هي اللي بتعمل الكونتور بتاع الشولدر، ده نفس الكلام اللي احنا قلناه، تمام. هنا تاني اهو جايب لك انيميشن اهو، شوف بقى الحاجات دي، واحنا قلنا حاجات احسن منها كمان. طيب بعد كده التيريس ميجور، دي التيريس ميجور هتقولي لا مش دي الماينور، لا الماينور كانت بتبقى فوق اكتر كده، بتطلع من اللاترال بوردر فوق عنها شويه كمان، تمام، وكانت بتطلع كده بتروح في الجريتر تيبروستي، تمام. فلا يعني الاحداثيات بتاعتها هتبقى مختلفه عندي شويه، فتعالى نكمل كده ونشوف الدنيا فيها ايه. اهو يقول لك جايه منين؟ من اللور بوردر اهو، تمام، من اللور بوردر، اللور خالص تحت اللور تولت كده عند اللاترال بوردر، تمام تمام. وراحه فين؟ احنا عارفين ده طلب، طلب يعني ايه؟ راحه في البايسيبيتال جروف. وراحه فين في البايسيبيتال جروف؟ كنا بنقول ان هي راحه في الميديا الليب، تمام، بتاعه البايسيبيتال جروف. وكنا قلنا بالمناسبه ان اي حاجه بتدخل في البايسيبيتال جروف بتعمل ايه؟ بتعمل ادكشن، ادكشن وانترنال روتيشن، ادكشن اهي، ادكشن وانترنال روتيشن. وعشان كده احنا متوقعين لما نيجي عند الاكشن نبقى في ادكشن وانترنال روتيشن، فاحنا داخلين على التيرس ميجر واحنا مخلصينها اساسا. ده بيقول لك النيرف سبلاي بتاعها، يعني بيوريك بيقول لك اللي هو اللور بارت بتاع السبسكابولار نيرف، مش السبسكابولار نيرف ده احنا قلناه اصلا من شويه كان بيغذي السبسكابولاريز مسل، كان بيغذيها بالابر واللور فايبر بتاعته، ولكن هنا التيرس ميجر بيغذيها باللور فايبر بس. تمام ماشي، عد سريعا كده يعني. طيب الاكشن بتاعها بقى ايه؟ احنا قلنا ان اي حاجه بتيجي في البايسيبيتال جروف تاني بتعمل ايه؟ ميديا روتيشن وادكشن. ادي اول حاجه الميديا روتيشن، ادي بيوريك الميديا روتيشن اهو، تمام. الميديا روتيشن هو الانترنال روتيشن بالمناسبه، وده الادكشن، ادكشن، تمام تمام. وحاجه كمان هي جايه من الباك، هي جايه من ورا صح، حاجه جايه من بوستيريور لانتيريور، يبقى اكيد هتعمل ايه؟ اكيد هتعمل اكستنشن، اكستنشن اكيد، يعني انت متخيل ومتوقع باذن الله. فالاكشن انا مش عايزك تحفظ اكشن، انا يعني اوعى تحفظ اكشن، انت جرب قول هي جايه منين، رايحه فين، طب هتعمل ايه، تخيل اقسم بالله هتيجي. شد الانسرشن كده على الاوريجن هتلاقيها جت اهي، بتعمل اكستنشن اهي، بتعمل اكستنشن يعني ايه؟ يعني تاخد الايد لورا كده، تمام كده بس التيرس ميجر خلصت. تعالى تعالى ده لور تولت بتاعه اللاترال بوردر اوف سكابولا، انما هنا ابر تولتين ماشي، هي مش الابر تولتين كلهم، اوعى تفكر هي جزء من الابر بس، هو عشان يفهمك ان هي الابر يعني. طيب والاثنين من اللاترال بوردر مش من اي بوردر، حلو، بتيجي في الام سي كيو، راحه في البايسيبيتال جروف ميديا ليب. تاني احنا قلنا البايسيبيتال جروف ده بيدخل فيه مين؟ بيدخل فيه الطلب، يعني ايه الطلب؟ التيرس ميجور والتسمس والبكتوراليز ميجور، البكتوراليز لاترال ليب والتيرس ميديا ليب، واللاتسمس دي بتدخل في الفلور. وقلنا ان هي اي حاجه بتدخل في في البايسيبيتال جروف دي بتعمل ايه؟ بتعمل ادكشن وميديا روتيشن، وعلى حسب هي من الباك بتعمل اكستنشن، تمام تمام، بتتغذى باللور سكابولار نيرف.
قال لك الوضع بتاع الاكستنشن ادكشن ميديا روتيشن ده، لما تعمل الوضع ده يعني ابعد ايدك عن، او بص تعال نقربه كده، تعال نعمله، رجع ايدك لورا شويه، رجع ايدك لورا شويه واعمل ادكشن، قرب ايدك على جسمك واعمل ميديا روتيشن. بيقول لك الوضع ده اكنك بتبريبير ان انت ترمي حاجه كده، ترمي حاجه، لما تيجي ترمي حاجه تمسك حاجه مثلا، تمسك طوبه وترميها، فانت بتعمل الوضع ده. فهو بيقول لك وضع البريبيرنج تو ثرو اوبجكت، اي حاجه معلمه عليها بالمناسبه، اي حاجه معلمه عليها فهي ام سي كيو، وركز عليها واكتبها واكتب ورايا اللي انا بقوله كله، او اي زيادات، لان دي مش زيادات، دي ام سي كيو قبلني. طيب اهو هنا بيوريك الصور برضو بقى اشوفها. هنا بيقول لك في كلينيكال امبورتنس، في نوت كده ايه بيعايزك تعرفها، ايه هي؟ بيقول لك ديسلوكيشن اوف شولدر. خلي بالك الشولدر ده هو الموست ديسلوكيتابل جوينت في البادي. يعني ايه ديسلوكيتابل؟ يعني دايما بيخلع، دايما كل واحد يقول لك كتفي خلع، كتفي خلع. انما الهب اللي هو الفخذ ده اللي هو الهب، لا ما يخلعش كتير، انما الشولدر دايما يخلع، دايما يخلع، ودايما بيقول لك يخلع انترو انفيريور، هي انتيريور بس خليها ماشيها زي ما هي عندنا انترو انفيريور، تمام؟ يبقى تاني الشولدر دايما يخلع، هو موستلي انتيريور، انتيريور ولكن ماشيها انترو انفيريور. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب بيقول لك ايه الكومبليكيشن لو حصل خلع على مستوى الشولدر جوينت؟ قال لك لو حصل خلع فانت بيحصل دامج للاكسيلري نيرف، ودامج الاكسيلري نيرف ده احنا قلنا ان هو بيعمل ايه؟ بيعمل دامج للدلتويد والتيرس ماينر، والدلتويد لما تتضرب يحصل فلات شولدر. حلو الكلام ده، حلو قوي الكلام ده. طيب اهو يبقى بيقول لك تاني ايه اللي هيحصل؟ بيقول لك بيحصل تاني دامج للاكسيلري نيرف، وبيحصل دامج كمان للبوستيرير سيركمفلكس هيومرال فيسلز، ودي اللي هناخدهم باذن الله لما ناخد محاضرات الفيسلز. حلو الكلام، حلو الكلام. وبيقول لك كمان ان هو ليه بيحصل خلع انترو انفيريور موصلي، ليه في الدايركشن ده بالذات؟ بيقول لك عشان التندونز بتاعت الروتيتور كاف ما بتكونش عامله سبورت، او هي عامله سبورت اكتر من ورا، تمام تمام، فما بيخلعش لورا لانه حصل له سبورت من ورا زي ما احنا شفنا، انما من قدام مفيش سبورت قوي، والكبسول بيبقى ويك كمان، بيبقى فيه فتحات كده فبيبقى ويكن، والليجامنتس ما بتبقاش عامله فيكسيشن كويس فبيخلع. حلو الكلام ده، حلو الكلام ده. بعدين بيقول لك رابشر اوف روتيتور كاف ماسلز، استنى اهو رابشر اوف روتيتور. طيب لما الروتيتور كاف ماسل يحصل لها رابشر، يعني ايه يحصل لها رابشر؟ يحصل لها قطع، وممكن ما يكونش قطع كامل، يكون قطع جزئي بس. القطع ده نتيجه حاجات كتير، ممكن نتيجه التكرار الديسلوكيشن، كل شويه ده يحصل ديسلوكيشن فيضغط على المسلز فيعمل فيها كده ايه، قطع في المسلز، تير في المسلز، تمام تمام. ممكن نتيجه الحركات غلط، ممكن نتيجه حاجه كده، بص هي مش مهم، مش مهم يعني، هي حاجه كبيره عليك. بيحصل هنا اختناق على مستوى التندون بتاع المسل، اختناق على مستوى التندون بتاع المسل، الاختناق ده يعمل الوير او الانتير او التير في الروتاتور كاف ماسلز. وبيقول لك ايه؟ بيقول لك هو اوكيرز باي كرونيك وير اند تير اون اكيوت فول اوف اوت ستريتشد هاند، واحد كل شويه يقع على ايده، يقع على ايده فيحصل مزق للتندون بتاع الماسلز دي. اكتر ماسل بيحصل لها كده هي السوبرا سباينيتس ماسل، السوبرا سباينيتس ماسل. اساسا لما تيجي تاخد اناتومي اكتر، او لما تيجي تاخد التفاصيل بتاعه المنطقه دي اكتر، ولكن هي مش عليك، هتلاقي ان السوبرا سباينيتس ماسل دي التندون بتاعها معدي من هنا، معدي من تانل، تمام، من نفق كده، تمام. فسهل قوي ان هو يتخنق في النفق ده، فعشان كده هو اكتر حاجه بتتعرض ليه القطع، لانه بيبقى محشور، واي حاجه محشوره بتتقطع بسهوله زي ما احنا عارفين يعني. فهو السوبرا سباينيتس تندون هو اكتر حاجه بتتقطع، تمام. بيقول لك بيبقى مانيفيستد بليميتيشن للشولدر موفمنت، مش قادر يحرك الشولدر بتاعه، زي ما احنا قلنا اصلا ان الشولدر ده بولان سوكت، يعني ايه بولان سوكت؟ بيتحرك في جميع الاتجاهات، ولكن هنا لا، هيبقى فيه ليميتيشن للموفمنت بتاعته، مش هيبقى قادر يحركها في جميع الاتجاهات زي ما احنا متخيلين، خاصه الابدكشن، لان زي ما قلنا السوبرا سباينيتس هي اكتر حاجه بتتاثر، وهي اللي بتنيشيت ابدكشن اصلا. فصباح الفل، اكيد اكتر حاجه هتتاثر هي الابدكشن، هيبقى في بينفول في الابدكشن، وهيبقى في بينفول شولدر، يعني هيجي يشتكي لك ان الشولدر بتاعه حاسس بالم فيه، تمام تمام. بس كده يعني، عشان ما نطولش الفيديو اكتر من كده، نخلينا كده كويس قوي، خدنا المسلز بتاعه الشولدر، هتراجعهم على السريع، هتبص على الصور هتلاقيك فاكرهم ان شاء الله، ومفيش حاجه جديده. اعتقد الدنيا واضحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.